برأيك هل يوجد آثار إيجابية لعودة النازحين إلى مناطقهم وشنو هي؟ نعم بالتأكيد أكو الكثير من الآثار الإيجابية، من ضمنها أول شيء التخلص من المخيمات وكذلك المبالغ اللي تنفق على هاي المخيمات. أول شيء ممكن أنه إحنا ندمجهم معانا بالمجتمع، بالإضافة إلى أنه نشغلهم بكثير من القطاعات داخل المجتمع، بالإضافة إلى أنه يرجعون كجزء من المدينة. نازحين مو كلهم مجرمين، مو كلهم مجرمين. هذا النازح إذا بقى بالمكان مالته هذا راح ينشأ نشأة سلبية بالمخيم مالته، بس إذا إحنا جبناه مع المجتمع واختلط مع المجتمع وشاف الناس راح يكسب إيجابياتهم. هذا ضربة على فكرة اللي هو متربي عليه، يرجعون لبيوتهم، توفير فرص العمل، احتوائهم من الناحية الاجتماعية، نحتويهم، احتويهم، خليهم يمشون معنا. شنو الأمور ممكن نقدمها إحنا كمواطنين للمساعدة في عودة النازحين؟ والله ندعمهم بكل وسائل الدعم، يعني إذا جارك تدعمه يعني تساعده، اللي ما عنده تنطينه، اللي يعني اللي ما عنده عمل توفر له فرص عمل، كذلك حتى تغلق المخيمات. توجد نساء عائدات من النزوح بنفس الوقت مسؤولين عن اسرهم، شلون ممكن نمكنهم اقتصاديا احنا؟ والله هذول لازم توفير لهم فرص عمل، يعني تدعمهم فرص عمل، مساعدتهم بتوفير مشاغل، بعض المنظمات وفرت لهم مشاغل، خياطه وما شابه ذلك، يعني الدعم هو بكل، سواء الدعم الحكومي او الدعم الشعبي. احنا كمواطنين نفتقد الى القدوه الاجتماعيه في بلادنا اللي تقوم بالتخطيط لعمل ايجابي لرعايه النازحين، ولهذا نشوف انه معظم النازحين الموجودين خارج المدينه لا تتوفر لهم ابسط وسائل المعيشة. يعني كخطوة أولى أن تقوم الدولة بإدخالهم ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، ثانيا أن تتولى الدولة بالتعويض لهم عن الأضرار اللي لحقت بهم اقتصاديا واجتماعيا.